تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح في ضحايا حادث حريق كنيسة بابا. كما تلقى السيد الرئيس برقيتي تعزية ممثلتين من ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح. بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين. وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا، مؤكدا تضامن البحرين مع مصر في هذا الحادث الأليم ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. بعث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين. أعرب ولي عهد البحرين عن تضامن بلاده مع مصر في هذا الحادث الأليم، متمنيا لأهل الضحايا الصبر وللمصابين سرعة الشفاء. كما بعث ولي العهد البحريني برقية تعزية ممثلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ببرقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقية تعزية ممثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية من سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب خلالها عن خالص التعازي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة.